المشاركة والاشتراك في أي مناسبات أو شكون أقل زيفيرمون تاع الساعة زيفيرمون دو جور وبيودي بنفس المناسبة ورحبوا بالسيد المدير الذي أحل علينا ضيفا والذي سيبقى يتمحور مع الضيافة حتى يصبح مول الدار كما نقولوا حنايا الضيف اللي غادي مول الدار. وبالمناسبة اليوم الزملاء تاع مدير المصالح مدير التجارة وتفريغ الصادرات وانتم كذلك تتعرفوا عليه كما سابقا كنا نتعامل مع المدراء السابقين. نحن كما قال في مسار تكملة ما يسمى بالمسار أو صلاحيات مدير التجارة فيما يخص اليوم الدراسي للتوعية وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التجارة وتوقيت الصادرات بخصوص الأيام الإعلامية والتوعية فيما يخص الممارسة التجارية. ومن اليوم سوف نتطرق إلى موضوع هام وما يكتسيه من الأهمية وهي التجارة الإلكترونية. ومن بعد نقوم بالترحيب والسماع لكلمة السيد المدير غرفة الصناعة والتجارة فيتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على